مقابلين قال السلام عليكم فيديو اليوم سبيسيال شي حاجه طب اللهم بارك. قمنا بزياره ليسانس مع الاخ درويش وقدمنا الكليبات ديالو وغادي تفرجوا معنا ان شاء الله. عندنا احد الموالي من حد السوالي جديده وتحيه للدراري ديالنا غنعرفكم عليهم تبارك الله شي حاجه طب اللهم بارك. اتبع المقطع من الاول حتى الاخر كاين ما يتفرج. قول لهم اخويا درويش. اخوان السلام عليكم. راه بحيت معشوم معنا الغوت ديال الكلاب وداك الشيء. تحيه لكم كاملين من طنجه للقويره. معنا عبد القادر حجوي دريسور السيد شعيب. بشعيب وبشعيب الناس الكبار وتحيه لحد السوالم. تحيه تحيه كاملين جديده تعالوا كاملين تقدموا معنا الاخوان الناس جديده لحد السوالم تبارك الله. كما كتشاهدوا معنا هذا هو اللي كاين عندنا اليوم. تبارك الله تبارك الله اللهم ناس جديده تبارك الله اللهم بارك. تحيه لكم هو اخ زكريا وخويا محمد كاملين يتفرجوا في هذا الفيديو هذا مجموعين تعليق 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 ولا ما عجبكم شي حاجه خلينا التعليق ديالك. شوف الاخوان محبين قناه سيكا بيكا. انا كليبا ان شاء الله غادي نخدموا معاها وكاين شي حاجه دازي لابسين الكوستيم تبارك الله. شوف 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 اللهم بارك تبارك الرحمن. غادي تفرجوا معنا الاخوان وكنشكروا هذا المجمع اللي جمع الناس ديالنا الاخ درويش والولاعة تبارك الله. تفضل خويا. عمر جمعنا اليوم. ايه. ورد علينا. نعم خويا. الله يكبر به. ايه. وشهاده في حق هذا السيد هذا بعدا. هذا راه معروف راه من زمان. تبارك الله. ملوع. ايه. وشري. تبارك الله. طيبه طيبه خضره خضره. صلاه على النبي. هذا هو المعقول سمعتيني. نعم خويا. علينا وكبر بينا الله يكبر به. وتحيه لنا تحت السوالم جديده وكازا والمغرب كامل. كلشي الملوع. دكاله دكاله جديده بغيتكم ديروا ليها هجوم. هما الدكالة معنا. ألف مرحبا بالجميع وتحية لكم الإخوان تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. ألف مرحبا بالجميع تبارك الله عليكم. إخوان كما كتشاهدوا معنا أخ يونس ولد بدرويش ولا راه ولد بدرويش ماشي أنا خوت اللهم بارك. هاني كليبا تبارك الله. هو تبارك الله هذا راه غير مولود هو تبارك الله والكلبة خادمة مالك الشيء واعر الله يبارك. هاني شوف 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 يا سلام يا سلام اللهم بارك تبارك الرحمن. شوف 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 تبارك الرحمن وجمالك جمال تبارك الرحمن. ألف مرحبا كليبا تبارك الله الدريساج وبحال كان بغينا الإخوان من الولاد تزيد لقدام إن شاء الله. خليني من القيل والقال وألف مرحبا بالجميع واحلى ديديكاس محبين قناه سيكا بيكا اينما كنتم خارج الوطن او داخل الوطن. يا سلام كليبا تبارك الله مخدومه وعندها ما تعطي تبارك الله كيما كتشاهدوا. نتمنى من الله يعجبكم فلوق ديال اليوم وراه فيه ما يتفرج الاخوان. الف مرحبا بالجميع وتجمعوا فيه الاحباب جمال مولي تبارك الله عليك. كاين 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 يا سلام باي 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 يا اخي يا سلام يا سلام وجمالك جمال تبارك الرحمن. دريساج تبارك الله وكليبه معاك كاينين الناس بزاف. شوف 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 دريساج يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الكليبه تبارك الله كي كدير. دريساج كي داير قرايه قرايه اخويا. اي يا سيدي صدق او لا تصدق. اي هذه مالينوا. اي مالينوا الاخوان مالينوا اخوان. شوف اش كدير تبارك الله اللهم بارك. انا نوريكم دريساج بان مالينوا تبارك الله راه ذكيه جدا وفاهم يتخدم خاصه اللي يعطيها الخاطر اللهم بارك. ان الناس هذو مالي مذاكره كيتعذبوا وما فيها باس الاخوان. اعطينا التعليق ديالكم قلنا اشنو الراي ديالكم في هذه الكليبه والف مرحبا بالجميع. ما هذا ما هذا يا هذا ما شاء الله واحد عليه السلاح اخويا عيد عليه السلاح عيد عليه السلاح وي وي وزع يا سلام تبارك الرحمن. كليبا كما كتشاهدوا كليبا تبارك الله في المستوى
هذا الدم ديال الاخ دريويش، ولا بغى يتولى مع الاخ دريويش 1000 مليون مرحبا. غتلقاو الرقم اسفل الشاشه، تواصلوا معنا، خلينا التعليق ديالك، المدينه ديالك، خلينا حتى شنو الراي ديالك في هذا، يعني في هذا المجمع اللي تجمعوا فيه المواليه، الخدمه ديال الكليبه تبارك الله، تريساج يا سلام يا سلام، ما هذا يا هذا، ما شاء الله تبارك الله مبارك تبارك. الكليبة ما بغيناش نعطيو المونشيط حيت معمرة تبارك الله، كليبة زوينة يعني حاملة، ما بغيناش نعطيو المونشيط أو العدارة، كاين صحاب العدارة هما موجودين عندنا كيما كتشاهدوا، ولكن غنخدمو مع هاداك الشيء اللي عنده في الدماغ تبارك الله. هاني خوت كيما قال الأخ حجوي قبيلة، قال لك الكلب ماشي يعني تحطو في السطح تسد عليه، لا الكلب كيبغي خدمة تشماش ماكلة نقية والنظافة. شوف 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 يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهد 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 شاهد، يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه ما هذا، وجمالك جمال تبارك الرحمن، كليبه في المستوى. اخ دريويش هذه الكليبه معرضه للبيع اخويا؟ شو معايا يونس اللي بغى يبيعها؟ اخي يونس هذه الكليبه معرضه للبيع؟ البنيه دريويش. اللهم بارك، هذه الكليبه تبارك الله اللي كيجوج مع شتو؟ كوشي اللي كيجوج مع كايزر، هما اللي كيعطيكم الكوبي. الله يعاون، اللهم بارك. اخر ما كاين، اخر ما كاين تبارك الرحمن. صافي شوف 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 بابوشي كليبة تبارك الله، الله يبارك. لا ويلي ويلي ويلي، الله يبارك تبارك الرحمن. اجي بزاف اجي بزاف، ما هذا يا هذا، ما شاء الله تبارك الرحمن. كما كتشاهدوا معنا الكليبه تبارك الله، فجميع المواصفات عبارات ودينات الكليبه كي دايره. لا رجع اس دوبا اس اسفو اس 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 يا سلام يا سلام، ما شاء الله اس 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 كما كتشاهدوا الاخوان، القضيه هنا مزموطه، داك الشيء علاش كلاب كيراه هي ودغيا، هذا هو اللي كاين الاخوان، انا حنا خدامين في مكازا. اخ دريويش تبارك الله كنشكرو على الديزاين اللي دار لينا الكازو وعالم المغرب وحسيبنا تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. اياه كما كتشاهدوا معنا الاخوان، اللهم بارك تبارك الرحمن، كليبة تبارك الله مخدومه مخدومه، يعني وهاد الكليبه راه ما معروضاش للبيع الاخوان، بغينا نولعوكم معنا نوريكم الدريساج. كيحاول يحط لها تينيسه فوق راسها، هاكا حطها الفردي ويعطي، اللهم بارك. ما هذا يا هذا، ما هذا يا هذا، خفت من ناحية قربت حداها كما كتشاهدوا، هذا هو اللي كاين تبارك الله. وتحية خويا يونس تبارك الله عليك، جميل جدا، الله يحفظك حفظك الرحمن. كنشكروا الإخوان اللي مجموعين عندنا هنايا، ها هما تبارك الله عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، وكنشكركم على هذا المجمع اللي درتو، شي حاجه طوب الله يبارك. وبغينا جميع الموالي يكونوا بحال هكا، يد واحده، خليني من القيل والقال، الف مرحبا للجميع، ونتمنى من الله يعجبكم الفلوق ديال اليوم وتخليو لنا التعليق ديالكم. بالنسبه هذا هو الاول، وكاين مازال المقطع الثاني والثالث، تابعوا المقطع من الاول حتى الاخر اخوان، الف مرحبا. وسمح لي يا اختي انت مرحبا بالجميع الاخوان، توكلت على الله. محبين قناه سينجا بينجا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كما كتشاهدوا معنا الولعة ديال الاخ دريويش ودريويش ودريويش، انا الخوت شاو شاو، اللهم بارك. انت وهذه فيمال عندها عام ونص معمره ان شاء الله، عما قريب كاين الفريقات الدوله ان شاء الله. الاخ دريويش وهو الذكر تاع الغور،
كما قلت هذوك متواجدوا في الارباز ديال الاخ دريويش ودريويش هاني. جمالك جمال تبارك الرحمن. اكسبو اكسبو الارباز راه برا اكسبو ديال انتم الاخوان كما قلت هذو معايا اكسبو ديال دريويش. ها هو انا صحاب شاو شاو مرحبا بكم عاوتاني خرجنا لكم هاد البياسات هادو. انا شاو شاو راه معروف عند دريويش. ايه الله يبارك. اخر ما كاين تبارك الرحمن. اجل ها هو انا سيدي الله يبارك. جمالك جمال. ها كاين اخويا بياسه الله يبارك. تبارك الرحمن. هاي وليد ديو الشاو شاو هادو راه مذكورين باش تكونوا عارفين. ايه. ديو الشاو شاو مع راسكي مع لاموت كيعطيو تشاوسكي. شاو؟ تشاوسكي. كاع الناس اللي كنقولوا لهم راه تشاوسكي راه تشاوسكي الاخوان. ها تشاوسكي. الله يبارك. الله يبارك. ديما محبين قناة سينغابين كاع كيما كتشاهدوا معنا كاينين بعض الفريخات ديال الشاوسكي كيما كتشاهدوا معنا. الأم كوم دابيزيت الأم ديالهم كتكون مالاموت والذكر كيكون هو هذا. ها هو الشاوشاو الله يبارك تبارك الرحمن. الفريخات هاني شحال من ليمار هادي فيمال. وياه هذا مال مال هادي فيمال هادي مال. البليس باش حاكي من ذكر اخويا جا كاينين جوج كره جوج نتاوي كاينين ثلاثه نتاوي وجوج كره الاخوان الشاوسكي تبارك الرحمن. ها هما اللهم بارك كيطلعوا زوينين. هذا هو الشاوسكي اللي بغا ينور الاخوان باش يعرفوا العمر ديالهم اخويا. هادو في العمر ديالهم عندهم دابا شهر و20 شهر و20 بالنسبه للاكل ديالهم كياكلوا ديالهم كروكيت كياكلوا بخير وعلى خير. اييه فيهم الطريطمو ديالهم طريطيهم. شوف دير لهم الفيرمي فيش ضروري لا الفيرمي فيش راه والله يلعبوا لك بحال المقطع باش باقي الفاكسا. كاين بعض المشاهدين ما كيعرفوش هاد الفيرمي فيش. الفيرمي فيش راه معروف ونكست كار معروفه اكيد الدواء ديال الحناش معروف. ها هو اذا قول لي الدواء ديال الحناش ديالهم وصافي. ايه الناس خصهم يتسولوا باش يعرفوا اش راه مطريطين على الحناش. بالنسبه للاثمنه هذا الشيء دريويش اثمنه راه معروفه دريويش 2000 درهم 2000 درهم اخر ثمن 2000 درهم تشاوسكي 2000 درهم كما قلت لك. ولكن راه النونوز شوف نونوز هزنا شي واحد بريزونتي. ها انا ها انا اللهم بارك تبارك الرحمن. جمالك جمال. جمالك جمال تبارك الرحمن. اختي خويا خويا اختي بانطوف الله يبارك هاني ديال الشتاء مزغاب تبارك الله. واللي بغى الاخوان خاصين لي بارطومون الناس اللي عندهم دري صغار ما بغوش العطار ما بغوش المشاكل هادو هما داعي للمشاكل. ياك اخويا بالنسبه لا ديسيبلين دريساج هذاك الشيء لا ديسيبلين على العاصي كان بزاف. ياك ما فيهمش الغوت هادو. لا هادو ما فيهم لا مشاكل لا غوت لا نبيع حتى حاجه. هادو بالنسبه ديال الخرجه عند الطوموبيل غادي الدور الربيع والدراري هادي البحر دي معاك هذا ما تخاف لا من العطال لا حتى شي حاجه. ديسيبلين هما راسهم كيخرجوا ديسيبلين راسهم. محبين قناة سينغابينغا كما سمعتوا خديتوا المعلومات على هاد الشاوسكي. اي كنعاودها وكنقولها الشاوسكي كاين بعض الناس كاين شويه تناقض ولكن كما سمعتوا ما قالش لكم الشاوشاو لانها هو عنده فيمال ديال الشاوشاو والمال ديال الشاوشاو ولكن قال لكم الشاوسكي بالنسبه للاب ديالهم هو هذا. ها هو كما كتشاهدوا امام عينكم والنسوه راه هي هاسكي مالاموت هذيك النسوه اللي كتكون مزغبه كيعطيونا هاد الوليدات هادو. ومازال ان شاء الله عما قريب غيكون عندنا الجديد في الشاربي انا اخوان بسم الله تبارك الرحمن عما قارب ان شاء الله باذن الله. مع الشاوشاو ثاني هادي نكوبلي مع الشاوشاو. هاهي شوف الشكل ديالها كي داير اخويا. ها انت اختي شوف الشكل ديالها كي داير. شوف سبحان الله العظيم مخسره مخسره. هاي جمالك شاده شي حاجه كتلعب بها بفمها. هاهي شوف تبارك الرحمن. بالنسبه لانت شحال عندها تقريبا شحال عندها؟ دابا عندها عام و 14 عام و 14 تبارك الله. اول كوبلاج هو واللي بغى شي حاجه الاخوان في الفريقات عما قارب ان شاء الله باذن الله غيكون الجديد. وتابعوا معنا المقطع الى الاخير كاين ما يتشاف عند الاخ دريويش اللي مدخل لكم الجديد على اين كيما كتشاهدوا معنا شو الديزاين كيدير تبارك الله. وتحيه اخويا هاني الرايه المغربيه وديما المغرب وعاش الملك محمد السادس عاش الملك كيما كتشاهدوا معنا التصويره اللهم بارك. هاني اييه تبارك الله الله يبارك
انا خوت، واللي بغى شي حاجه الف مرحبا، تلقاو الرقم على الشاشه، انا نخلي لكم الرقم على الشاشه ان شاء الله باذن الله. هي بلا ما نكتبوا لك في الشاشه. تكتبوا ضروري. انتم الاخوان كما قلت هذا الرقم ديال الاخ درويش. 07-07-05-10-78 راه الجمهور اللي غيشوف دخلنا عليكم بالله. نعم. كنوريكم هذه التوست ديالو، هذه الشوشو اللي عندنا. نعم. راه غاديين على المستوى زوين. الحمد لله. وكنتمناو كاع المشاهدين بارطاجيو ولي كومونتير، واللي عجباتو شي حاجه راه يكومونتير عليها يهضر عليها، واللي ما عجباتوش يورينا ويكتب يقول لي اشنو. بالنسبه للاخوان انا غنقول لكم اش بغى يوصل لكم درويش. درويش كيقول لك دخول تفرج، خلي لايك ديالك، خلي التعليق ديالك، وقلنا شنو الراي ديالك في هذا التيران اللي درنا جديد كما كتشاهدوا معنا. غنزيدوا في هذا المستوى. هاني كنحاولوا بما امكن يعني تحسين النسل ونزيدوا في القدام الولاعه كما كتشاهدوا، كلوا المجموعه ديالو بان هاد الموالي بغينا نزيدوا بها القدام، هاد الولاعه نزيدوا بها القدام ان شاء الله، ونحيدوا الحسد القيل والقال، وبحالكم نجتهدوا فيما يرضي الله. هاني كما كتشاهدوا تبارك الله راه دار بمجهود كبير باش يعطي المشاهد باش يتفرج وباش يشوف كما كتشاهدوا. هاني الولاعه الناس راه كاين الولاعه. نعم نعم كاين عندي الاشياء، عندي الشيو، عندي كل شيء، ماشي غير كنعاد نعتمدوا غير على السوق، راه عادنا ليرفاج ديالنا كنخدموا بدراعنا، كنضربوا تماره باش نبيعوا البياسات للناس تكون في مستوى زوين. مرحبا مرحبا. ولكن انت الاختصاص ديالك اسي درويش؟ انا الاختصاص ديالي هاكا، وما تهربش دابا ما جبتيهاش، قلت انت كتقول عمر درويش او عمر شاربوني او المالينو، الاختصاص ديالك هو المالينو. نعم خويا، هو المالينو شاربوني. نعم كما ذلك عاوتاني اختصاص ديال الثاني، عندي جوج اختصاصات. ولكن هذا هذا اللي بغيت نقول لك يعني التشوسكي، هذا التشوسكي راه ماد اندرويش، هذه انا عارفه هذه خرجته، ما كاينش الناس كتعرف كاع بين شوشو وبين التشوسكي، بين هذه السميه خرجتها انا. حتى بالنسبه للاسمين الاخوان الا بغيتي تاخذ تيشيو ديال الشاوشاو كيوصل ما بين 10000 درهم 12000 درهم 8000 درهم 7000 كله باش كيبيع ديالو. هو بغى هو بغى يتعامل مع الدراويش وخرج لهم هذه السلاله اللي كدير 2000 درهم الاخوان، يعني ثمن رمزي ثمن مناسب. ماشي راه كنبيعها ب 4000 درهم 5000 غير الوقت اللي شويه بغينا نتعاونوا مع الدراويش كنبيعوا لهم ب 2000 درهم درنا لهم ثمن مناسب. بالنسبه للفريقات زايدين عندك الخاي درويش، هادشي كلشي ديالك، عندك انت هو ديالك، واللي بغى شي حاجه الف مرحبا، اي وقت راه كاينه عنده. نعم خويا، الجميع كامل الف مرحبا بالجميع اللي كيتفرجوا فيه. اخوان الله يرضى عليكم، خليوا التعليق ديالك وقول لي الراي ديالك في هاد التيره اللي صوب الاخ درويش. وقول لك اخوان شوف، نتمنى منكم هذا الراي هذا تفرجوا فيه، دخلنا عليكم بالله لك تعزيز عليكم، كومونتيو لي سينجل بينغا وقولوا لي الراي ديال التيران، واش يمكن لي نزيد في المحتوى شويه، نزيد في القدام. نعم. ولا اش بان لكم نتوما؟ لكن ما نزيد راه نزيد عاوتاني، باقي المالينو غنوريكم عاوتاني. حفظك الرحمن، حفظك الرحمن. ألف مرحبا بالجميع، ونتمنى من الله يعجبكم الفلوق ديال اليوم، وما تنساوناش التعاليق ديالكم، وحتى المدينة ديالك، قول لي أشنو خاصك، وألف مرحبا. الأخ درويش راه أهل الثقة، رجل معقول، صيفط لي شي حاجة راه صيفط لك. إنفو فاش نقول لك راه أهل الثقة، توكل على الله. هذه أكيطامي. هاهي. ورينا الاكيطا، حط حط اكيطا، هاهي اكيطا اني، هاهي تبارك الله، الله يبارك كما كتشاهدوا معنا. كليه بشحال عنده هذا الكليب؟ هذا عنده 3 موا. الثمن ديال اخويا درويش؟ الثمن تا هو 2000 درهم. بالنسبه للفيرميفيش الكارنت فاكسان عندي انت والاخوان اللي بغى الف مرحبا. بالنسبه للرقم اسفل الشاشه تواصلوا مع الاخ درويش، والله يدير الخير. جمالك جمال تبارك الرحمن، ها تولى عليا داك الشيء تبارك الله، هذا ديالك سبو فرونز، اللهم بارك. هاني تبارك الرحمن، وتحيه لخويا وليد. وليد تبارك الله عليك، هذا راه من الموالي الكبار، وبالنسبه للناس كيتسالوا على وليد راه هو هذا وليد. هاو فرد ديال درويش، هذا هو الفرد ديال درويش، صديق ديال درويش، واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. تحياتي ليك وعما قريب ان شاء الله. واحد قضية عاوتاني. نعم اخويا. تحية. نعم. ضيوف شي راس كبيرة. ايه. وشوف الحجرة ثقيلة. نعم. با 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 با. قول لي. بالنسبة للأخ درويش بغى يقول لكم عفوا الزوار ديال الحلقة اليوم، عندنا أحد المواليع والحجرة الثقيلة والناس الكبار.
تغدخل مفاجأة ياك بالشوفو غتشوف معنا واحد المولوع اللي كنشكرو واحد مولوع وريسول ايه افتخار افتخار نعم اللي كنفتخر به ايه ريسول مع معنى الكلمة ايه واش تقدموا للجمهور دابا ولا سيدخل؟ لا تيدخل تيران ان شاء الله باش نقدم للجمهور باش تعرفوا الدريسور ما غنوريهم تدخل تيران ايه. باش تشوفوا اشنو واش دريسور ولا لا في الخدمه صافي جمع في الخدمه اقلع الضو بوت كما كتشاهدوا معنا احد الكلاب معروضه للبيع الاخ درويش هادو سينغا هاد اللي غنوريك دابا اللي غنخرج دابا في الفلوق هذا اه. كل شيء مذكور للبيع ياك. اللي بغى شي بياسه ياخذ دخل سينغا بينغا ايه تابوني مع سينغا بينغا وكتب كومونتير ديالو وشوف مزيان تفرج فيه وياخذ لي فوتو ديالو ويعيط ليا وعاد يقول لي الثمن غنقول لي الثمن شحال دايرين اخوان كما كتسمعوا معنا معروضين بعض الكلاب للبيع الا عجبك شي فيديو سكريني وصيفطوا الاخ درويش وراه تلقى الثمن ها هو الكلب دابا كما كتشاهدوا معنا غتشوفوا بيان دريت دريساج عطينا اخوان نشوفوا انا الكلاب اللي معروض للبيع الاخوان اوكي بالنسبه للاج ديالو دري واش شحال العمر ديالو عنده اللاج عنده عام وشهر عام وشهر كارنيت فاكسان كارنيت فاكسان الورقه بلا ورقه بلا ورقه ما عليكش شوف كي بيضه بيضه كحله كحله صافي ما عليك والو اخويا دري واش هالكليب تبارك الله كما كتشاهدوا الاخوان شوفوا الناس عشاق عشاق المالمينو وعشاق الشاربوني هالكليب معنا الاخ وليد كما كتشاهدوا معنا دخل عنده دخل عنده دخل عنده دخل ادخل يعضك ما تخافش منه ادخل هذا حيد لك شي رجل الله يبارك كما كتشاهدوا معنا الاخوان ها هو شراسه الله يبارك يوزع كما كتشاهدوا الاخوان كليه في المستوى تبارك الله ها هو لاصق ها هو اللهم بارك ها هو وقف بلاصك ما تبقاش تجر معاه هاكا صافي وقف هاكا ها الكليب كيما كتشاهد ها هو ها هو ايوا 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 ها هو كليب تبارك الله عام وشهير ياك اخويا عام وشهير كارني باكسان كليب بيان دريسي كيموت على المارشات بلاش بلاش الغريب في الامر هو الكليب كيسمع كيتسلط تبارك الله راه شوك الكليب بابا كلشي كلشي كوشي كوشي جرس الكليب الاخوان اللي بغى الف مرحبا عام وشهير تمجي عليه كارطونسيو كارطونسيو او يا سلام ما كاينش ديك تبارك الرحمن هذا مذكور للبيع هذا معروض للبيع الاخوان بالنسبه للثمن ديالو ثمن اخر ثمن اخر ثمن أقول على الخاص ياك أخوي صافي صلعنا إخوان اللي بغاه كما كتشاهدوا تواصلوا مع الأخ ويكون خير الكليب تبارك الله جمالك جمال تبارك الرحمن عبارات لاش ستوب في جميع المواصفات ديال المالينوا لاش لاش تاك تاك هاني دير دير زين اوكي أزي كوشي سي بيان او سي 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 بيان اخوان اللي بغى هذا الكليب الف مرحبا الاخ درويش اي جباد جباد ابا يا سلام وليد الكتيف مشارك ابا نطلقوا دابا عليه لاش ستوب سي بيان جرب اللي بغى الاخوان الف مرحبا هذا الكليب معروض للبيع ها هو ويكون ثمن زوين هذا الاخ درويش تواصلوا مع يعني على الخاص الرقم ديالو 07 ياك 05 10 78 اخوان كما كتشاهدوا معنا انتوا تبارك الله معروضين للبيع يعني الاخ درويش ودرويش تبارك الله اللهم بارك تبارك الرحمن هاد الفيمال تبارك الله الفيمال هذا تقاد وحده شوف ما بين 17 تقاد وحده كاملين شحال عندها خويا هادو ما بين 17 ونص البيديكي ديالو لابيس ديالهم فاكسا ديالهم هادو للبيع هادو للبيع كما كتسمعوا الاخوان هاد النتيوات بالكارن فاكسا البيديكي ديالهم ألف مرحبا هايا نتيوات بارك الله
اللهم بارك. انتي تبارك الله كما كتشاهدوا الاخوان هاني سبعة الشهر ثمانية الشهر الاخوان اللي بغى الف مرحبا هاني اخوان كيما كتسمعوا معنا هذه سبعة الشهر ونص كنغوت على حساب الكلاب كنغوتو الف مرحبا بالجميع كاينه بنتيو هذه كاين نتوما الاخرى ها هي والشاربوني ديما الشاربوني ديما كان ديما الويش شاربوني انا كنقول شاربوني الشاربوني واش معنا هاني انا الخوت سوري هادي دري واش شحال عند هادي؟ هادي 3 على الخاص كيما قلت الاخوان اللي بغى على الخاص الف مرحبا هاي على بوتي اللي بغى شوف انت واش كدير شوف 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 يا سلام اوه انت تبارك الله في المستوى واللي بغى الف مرحبا بعدي ليه بعدي ليه بعدي ليه هاني شاربوني تبارك الله الله يبارك ها شوف كي لاصقه تبارك الله اللهم بارك شوف 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 كيدير والو اللهم بارك هايا هذه بالورقه ديالها الاخوان اللي بغى الف مرحبا هايا بالورقه ديالها تبارك الله كل يبات تبارك الله راه لاصقه هايا لاش 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 انا اخوتي يعني لا بوتي تبارك الله معرفه في جميع المواصفات اللي بغا الف مرحبا سيري لي سيري لي هاني واللي بغا من الاخوان الف مرحبا كاينين ثلاثه الفيمال ثلاثه التيوات معروضين للبيع كما كتسمعوا الاخوان العمر ديالهم كيتجاوز ما بين 7 شهور 8 شهور الاسمنه كتبقى الخاص اللي بغا اللي بغا اخ دريويش ما الطياره ممكن شوف تبارك الله داتها الزين وقباحه هذاك لصق فيه شد الكلبه باغا تلصق والله باغا تلصق الف مرحبا بالجميع الاخوان نتمنى من الله يعجبكم الفلوق يكون في مستوى ولكن الاخوان الله يرضى عليكم خويا اختي شوف يوزع هذاك لصق فيك شي وحده يا سلام مربي الاسود الاخ وليد لا حطاتك انا الخوت الله يبارك تبارك الله اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا هاد الانتيوات معروضين للبيع ان شاء الله غنشوف شو البوتي تبارك الله كبيره الجماليه ديال النسوة محرفه تبارك الله هاني هانتوا الاخر هادي اللي قبحه فيهم بزاف سبحان الله العظيم هادي بانت ليا فيها الشعراس اش كيفاش كتنزل شوف 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 تبارك الله الله يبارك تبارك الرحمن وزع يا سلام الف مرحبا بالجميع فرجه ممتعه اللي بغى الف مرحبا هاني انا الخوت سخفات سخفات شوف 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 يا سلام يا سلام يا سلام بارك الله اللهم بارك تبارك الرحمن الشاربوني محبين او عشاق المالين والشاربوني ها هي انت وتبارك الله جمالك جمال تبارك الرحمن بالنسبه لله جيل عندها سبعة شهور ونص ها هي بالكارنيت فاكسان بالديكري ديالها اي سلام واللي بغى الف مرحبا ها هي شوف 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 جمالك جمال تبارك الرحمن الف مليون مرحبا بالجميع اي سكوت القناه السينغابينغا كما كتشاهدوا معنا جا موعد الغداء مع الاخوان ومعنا احد الزوار من مدينه
جديده، والاخوان ديالنا كتعرفوهم الاخ عبد القادر وبشعيب من مدينه السوالم، والف مرحبا بالجميع. تحيه لكم الاخوت هاني دريويش. خويا دريويش مرحبا بهاد الناس هادو ديال الجديده. عبد القادر حجوي راه معروف غالي هاد التعريف. دريسور تبارك الله. اون داتاك اخر شعيب اخر دوان. تحياتي اخوان. الاسامي اسم ديالك اخويا زكريا وخويا زكريا والاخ زهير. مرحبا بالجميع كما كتشاهدوا. هادو سبعتون. تحيه لنا نتعبوا الدار انايا. مرحبا بخويا وواليد الله يحفظك. كما كتشاهدوا معنا الاخوه راه ديما الوليمه، وهذا هو حل المواليع. يعني تكون مرحبا للجميع اللي بغى يجي عندي. مرحبا ياك تهلا فيهم بحالك. شوف اي واحد حياني على كادريويش ياك قولي يا بسم بالله لاي واحد بغى يجي. الله خويا اخوت كامل الله بصراحه الله يعمر هذا. اخوان هذه شهاده حنا كنضحكوا. سينجا نعم خويا. اول مره عدوا. الف مرحبا بالجميع. الف مرحبا بالجميع. واليوم راه جاو عندي تبداو معايا اخوان. حنا ما غنمدحوش فيه وما غنشكروش. كما كتشاهدوا معنا هذا هو حل المواليع ديما، والمغاربه كيمتازوا بهذه القضيه. مرحبا وزيد القدام. يلا الخو زيدوا بسم الله واحبس بلادي ديال كمل. مرحبا بالجميع حبين قناه سينكا بينكا. معنا احد المواليع الناس الكبار الخوت الحجره الثقيله اخ عبد القادر غني على التعريف. تبارك الله على خويا عبد القادر. الله يبارك فيك خويا نور الدين. الناس دريسوره الواعرين. واليوم واحد العراضي عند السي عمر كبر بينا وعرض علينا كنشكروه. وراه انسان عزيز وغالي. اللهم بارك. وتتا كذلك عزيز وغالي. واحد تحيه خاصه لواحد السيد من مراكش الحاج فؤاد. اييه راك كنقولي من هذا المنبر راك عزيز وغالي والله يجيب لك الشفاء. امين امين. وشنو غادي تعطي للمشاهد اليوم اخويا بالنسبه للمشاهد؟ واحد ديمونستراسيون ديال لا ديسيبلين. اييه ديمونستراسيون ديال لا طاك ان شاء الله. اييه توكلوا على الله. تحيه لخويا دريويش. ودريويش تحيه لعبد القادر. كنقول لكم ديما راه عندي دريسور خاص كاين اللي كنثيق به هو اللي الناس شوف. نعم. هو اللي كنبيع عليهم الكلاب كاملين. نعم. كيعطوا ليا. نعم. كيبغيو شي دريسور كنعطي لهذا السيد هذا. ايه. هو اللي عندي فيه ثقه بان عنده داك الشيء في دماغه. تبارك الله. داكشي ديال الطوب ياك وهالعربون غيبان في هاد الكلمه كما كتشاهدوا معنا الاخوان. والان غادي نشوفوا معنا الله يبارك. اوكي 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 دوميتور. اي اي دوميتور. الله يبارك تبارك الرحمن. اس وشي بابوجي فيسي فيسي بابوجي. اوكي اوكي اخ عبد القادر الغني التعريف. تبارك الله كما كتشاهدوا معنا كليب مخدوم. اللهم بارك تبارك الرحمن وجمالك جمال. نبغي الموالي بحالك الاخوان يتجمعوا ما فيها باس. يعطيونا زوا كله واش عنده الكليب اللي عنده. اللهم بارك. وكنشكروا الاخ دريويش. ودريويش اللي عطانا التيران وصوبنا. الله يعطيك الصحة ودي عبد القادر. تبارك الله عليك. تبارك الله. الله يبارك. تحية لك. تحية كريمة عليك. خدمة. الله يبارك. خدمة. اوه كما كتشاهدوا معنا كلب مخدوم. تبارك الله. اسي اوه تحيه للجميع. الوزع الله يبارك. جاي سي غيث قلنا غيث قلنا غيث قلنا غيث غيث بابو جاي كوشي. ايه كوشي. شوف يا سلام. يا سلام يا سلام. والتحية للمالين والشاربوني. يا سلام. يوزع يا سلام. الدريساج الاخوان الله يبارك تبارك الرحمن. جمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن.
يا سلام يا سلام، احلى ساقي واحلى ديديكاس واحلى تحيه للمزبين قناه سينغابينكا. بغيناكم تعطيونا الراي ديالكم في هذه الكليه بالاخوان، تخليونا التعاليق ديالكم وتقولنا شنو الراي ديالكم في الاخ عبد القادر، وتحيه لحد السوالم، وما نساوش الحجر الثقيله اخويا جمال وجمال، اللهم بارك معنا اون داتاك. وتحيه للناس الجديده الاخره من مدينه جديده، تحيه ليك هاني هاني كما قلت شاهد معنا الاخوان. يا سلام يا سلام. محبين قناة سينغافينغا، بغينا الولع تزيد لقدام، تحسين النسل، وبحال كل مولعي تجمعوا الاخوان وعطونا الخدمة ديالهم تبارك الله. ما نستناوش حنا ليكسبو من العام للعام، بحال هكا تبينا الخدمة ان شاء الله كما كتشاهدوا الكليب تبارك الله، اللهم بارك تبارك الرحمن. واحلى ديديكاس واحلى تحية الناس جديدة دكالة والقرعة ديالنا، الله يبارك. ألف مرحبا بالجميع كما كتشاهدوا الإخوان، قادر اللهم بارك تبارك الرحمن. وأحلى تحية للناس جديدة دكالة ديالنا، الله يبارك. ها أنتم الإخوان كما كتشاهدوا، اللهم بارك تبارك الرحمن. شوف الكليب مخدوم الإخوان. أوه يا سلام يا سلام يا سلام. كل يوم سبحان الله، الله يبارك. اخ عبد القادر غني التعريف كما كتشاهدوا، من الناس القدام في تربيه الكلاب ومولوه تبارك الله ودريسور. انا بعد واحد دقيقة واحد دقيقة الله يفتح عليك، ممكن تعطينا الرقم ديالك اللي بغاه الاخوان. مرحبا، عطينا الرقم ديالك المباشر. هي 49 زيد 22 زيد 95 زيد 02. الف مرحبا بالجميع، دور الرقم ديال الاخ عبد القادر. والان غادي نخدم مع المونشير كما قلت مع الاخوان، هاني شادو الكليب شنو غايدير. اللهم بارك يا سلام يا سلام، تبارك الله. شوف اوكي ايه اوكي برافو. اوه يا سلام، ويوزع شو كليب كيلصق تبارك الله تبارك الرحمن. كليب تبارك الله لاصق، هاني كليب مخدوم تبارك الله. اسي بابوجي اسي ابوا 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 نو اسي بابوجي اسي بابوجي كا كا. سي بيان سي بيان تبارك الله عليك، اللهم بارك. الف اوكي اللهم بارك. جمالك جمال تبارك الرحمن. كليب تبارك الله كما قلت شاهدوا الاخوان كيلصق، اللهم بارك. نتمنى من الله فرجه ممتعه للاخوان محبين قناه سينغافينغا، كنحاولوا بما امكن نجدوا لكم الجديد او الجميل. يا سلام يا سلام، كيف تبارك الله مطيع مع المدرب الاخ عبد القادر كيسكن في مدينه الجديده، عفوا حد السوالم، الناس اللي خدامين معاه في مدينه الجديده حتى هما فان، والناس في السبعين كيجيو يتولعوا ما فيها باس. بحال هكا الاخوان تكون مبادره ديما. اوكي اوكي برافو سي بيان اسي بامجي تبارك الرحمن. بامجي كوشي كوشي بامجي شنو غدير اخويا دابا عبد القادر؟
كما قلت شي هدوء الان اخويا راه ما عندي من السارق انا راه خاطيني خاطيني المون زيد يا سلام يا سلام ايوا الزاد اتا اتا كليب تبارك الله كيعاد مزيان كيلصق الموشات برافو اتا اتا اوكي تيسي برافو دمجه ياسر السي ما شاء الله تبارك الرحمن برافو جي يا خويا كليب تبارك الله مطيع اوكي اوكي ياسر السي وهاد المبادرة كيجمعنا الأخ دريويش وكيجمع فيها الموالي هو بغينا بحال هكا الإخوان ما فيها باس يجمعوا الموالي ما شاء الله تبارك الرحمن اخوان كما قلت هادو معانا الاخ زكريا لابس كوسين تبارك الله عليك الله يحفظك وغادي يفرجنا اليوم ان شاء الله الف مرحبا الف مرحبا الف مرحبا الف مرحبا او بيوزع يا سلام كلي تبارك الله كلتا اللهم بارك 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 الله كلي تبارك الله كما قلت هادو معانا الف مليون مرحبا بالجميع واللي بغى يشوف الفيديو الف مرحبا ما تنساوناش بالولايه ديالنا الف مرحبا تبارك الله اي يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن ايه تبارك الله وكلية بالله يبارك بالتوفيق والنجاح ان شاء الله الاخ قادر وتحيه لنا الجديده تبارك الله عليك اخويا كاين 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 سيبيا سيبيا دري تبارك الله دور مالي على الاخوان اللي كتعرفوا بان الدريوات الجديده تبارك الله غير مالي وقاموا بزياره للدار البيضاء باش تولوا معنا الف مرحبا بالجميع تبارك الله المره ديال عبد القادر حجوي حجوي ها هو كيفاش عبد القادر هذا السي عمر الف مرحبا اوكي ان فوا كي تسمع الت كيطلع الكل تبارك الله والله مع واحد النقطه خويا هي خويا اول مره راهي عاد في كوستي اسمع 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 دريسه في مونشير اسمع اخويا بان الكلب اول مره غادي يخدم على الكوسيم كيعرف غير المونشير تبارك الله وتبارك الله وكل اللي عطانا فرج المشاهدين او اخي دريويس سخنتي اخويا سخنتي الله الله يحفظك تحيه لصحاب لايف تحيه لسينكا تبارك الله عليك مبادره جميله جدا قادر حجوي الناس جديده زكريا الف مرحبا اخوان بالنسبه اللي بغى يجي لا داعي اسميه ثلاثه تحرقوا عندنا اوكي معلم معلم لا داعي اسم اي واحد ولكن من طنجه للبويره كنحب كل شيء اي واحد اللي كيبيع 20 للي كيتولى مرحبا بهم تبارك الله عليك عطينا اخويا كمل معنا صافي فين الكليبه ديال كدريويش دخلنا الكليبه اوكي اخوان كما كتشاهدوا معنا والان الاخ دريويش غيدخل حتى هو مع الكليب ديالو الكلب ديالو كايزر هاد كايزر شحال عنده اخويا دريويش عنده دابا طال 4 سنين تبارك الله هذا هو الكليب كايزر اللي معروف على الصعيد الوطني وخارج الوطن وداخل الوطن غادي نشوفوا توا نخدموا معاه دابا ان شاء الله ويخدموا معنا الناس ديال الجديده اشنو تعطي للمشاهد دابا اخويا دريويش مشاهد انا نعم انا ولاعب ديال دريويش مع عبد القادر مع الناس ديال الجديده معاكم دابا القصاره شوف انا راه معروف هو ما دريويش نعم باش نعم معروف بالبيع والشراء اييه بالولاعه لا الولاعه ديالك بوحد نعم راه حشوي وهاد الناس ديال الجديده اييه الف مرحبا الف مرحبا الف مرحبا
الان كما كتشاهدوا اخوان عندو المود باس ديالو ما فيها باس حيد عليا انا راه كيتصنت ديالي اوكي عطيني شي حاجه اوه 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 يا سلام وحده الدري وحده والحافظ الله راه حيت كانوا الكلاب هنايا سير على الله سير على الله يلا يلا كايزر يلا 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 يلا, يلا. عطيني العود عطيني العود 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 ابا اللهم بارك تبارك الرحمن كما قلت هذا معنا الموتور بدا يسخن الله يبارك تبارك الرحمن يلا كايزر يلا 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 يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن اوه احلى تحيه احلى تحيه الله يبارك هذا هو الكليب اللي كيتسمى كايزر كما قلت هذا معنا تبارك الرحمن ما شاء الله ما تشي لا متخاش منه درش سير على الله يا سلام خاطر محبين قناه سينغابين قال الله يرضى عليكم بغيتكم هذا الفيديو ديروا ليه هجوم انا كنطلبوا مجي اختي دوبوس كوش سيبيا يا سلام موشيت نو نو ما تشي ما تشي باغي الموشيت كيموت ضرب لي الموشيت كيموتوا على الموجه عطى الولي الهادي دخل عطى الولي عطى الدري دخل تحيه لخويا يونس واحلى يونس جمالك جمال بعدنا ما نديرو بدريوش حنا كاع حايد دباع اللهم بارك ومرحبا بالجميع والان غتشوفوا الخدمه هذا الكلب مطيع مع الاخ انا الخوت هذا هو كايزر يا سلام احلى تحيه للمشاهد اللي كيشاهدونا اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن راكم عزاز وغالين هذا هو كايزر وهذا الابن ديال دريويش ها هو الغني على التعريف تبارك الله هو اللي كيخرجو كيخدم معاه بغينا هاد المبادرة تكون عند جميع الماليه ما فيها باس يعني تزيد بالولاء على القدام وتحسين النسل ويكون الجديد بحال هكا والدريساج خليني من القيل والقال الله يرضى عليك يا سلام يا سلام كليب كيبغي يعطي في المونشيت تبارك الله شاف المونشيط دابا دار بالو مع المونشيط الاخوان وي هذا هو كايزر الاخوان كليب موال ابو كايزر ديال الاخ دريويش شارموني تبارك الله اي 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 ماذا قال له عاود اش درتي لي عاود عاود هاد اللقطة خويا يونس غادي نقتلو الكاسين قدام يلا سيري فيه ولا سيري فيه لي اخويا دريويش الله يبارك الله يبارك تبارك الرحمن موت موت سعبيا يا سلام يا سلام الان دابا غادي نعطيو الكليب المونشيط ان شاء الله غادي تشوفوا الخدمه ديالو شكرا اخي الفاضل تبارك الله عليك تحيه ليك الان دريويش كما كتشاهدوا الاخوان اعطي دابا المونشيط يعض فيه وشوفوا رد الفعل ديال الكلب كيدير كيفاش يتعامل شوف الكلب وحده الدري وحده والحافظ الله اللهم بارك ايوا هو حجوي اخ عبد القادر كنسخلو بالكلب ان شاء الله اوه يا سلام
يا سلام كليب كيلصق تبارك الله اللهم بارك انا الخوت هاني يا سلام اللهم بارك كاين تبارك الله اللهم بارك كما قلت هادو معنا الاخوان كليب تبارك الله كيلصق يا سلام وجمالك جمال تبارك الرحمن كما قلت هادو معنا الاخوان لوند اتاك الاخ عبد القادر ها هو كيعطيك برك ما عاد سابيا بوشيا تبارك الله عليك كما قلت هذو الاخوان جمالك جمال تبارك الرحمن كليب تبارك الله يعني كيموت على المونشي شحال درت مثل عضان اوكي باتوشي وبادرة جميلة تبارك الله وكليب مطايح كما كتشاهدوا الإخوان مع الأخ درويش تبارك الله أوه كليب تبارك الله اللهم بارك في مستوى صحة جيدة الله يبارك أوه يوزع يا سلام تبارك الله كما كتشاهدوا كليب مع الاخ عبد القادر اللهم بارك كليب تبارك الله كلسق كلسيق يا سلام وبغينا بحالك الاخوان جميع الموالي اينما كنتم ما فيها باس بحالك يا سبيا اخ عبد القادر تبارك الله الله يبارك تبارك الله عليك اخويا عبد القادر هذيك الشيء تبارك الله زوين والان الاخوان كما كتشاهدوا معنا الان غيدخل معنا الكوستيم مع كايزر اخ دريويش نعم صراحه نعم ما عمرو خدم كوستيم خدم مونشير كوستيم عمرو ما عاد في كوستيم اول مره غنجرهم المباشر الاخوان وغتشاهدوا امام عينيكم الف مرحبا والله يدير الخير والان فين هو هو كيوجد ان شاء الله اخويا راه كنقول الاخوان العبارات ديال المالينوا اييه مواصفات ديال المالينوا هما هذه اه اوكي خلينا من عبارات ودينات تبارك الله والرعي كيبقى للمشاهد خلينا التعليق ديالك لما تقول شي حاجه الف مرحبا والان كيدخل معنا الاخ زكريا مدينه الجديده وتحيه الدكان القرعه ديالنا الله يبارك هاني اول مره نشوف واش غيدير في المونشات عفوا في الكوستيم يلا يوزع جهه الاخوان اوه يوزع يا سلام وكما كتشاهدوا معنا اخوان الكليب كيعرف في الكوستيم تبارك الله هو كليب هذا هو الملقب بكايزر ديال الاخ عمر درويش وجمالك جمال اسيدي راه كنتواجدوا اييه صدق او لا تصدق كنتواجدوا حنايا في ليسانسفا الاخ درويش في ليسانسفا هذا هو اللي كاين اييه اييه سيبيا 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 تبارك الله عليك ما كوشي كاين اخويا كاين تبارك الله على اخويا كما كتشاهدوا ثاني هاني سيبيا اوكي ما توشي باتوشي كلب مطيح تبارك الله كما قالت هذو الاخوان قال لي ما تقيش ما غيقيش باتوشي اون اغيير تبارك الله كلب غادي مزيان سيبيا باتوشي تبارك الله على خويا درويش باتوشي اييه تبارك الله على دريويش واخا الكوليسي راه خدام معانا الله يبارك نعم اخويا دريويش الله يبارك لا كاين تبارك الله باقي عندك ما تقول واخا كاين الكوليسي الله يبارك هاني بابوجي كما كتشاهدوا الاخوان هاني نو الت
هنا شي كليبه. نعم خويا كيفاش؟ طيح اونشالور هنا. اونشالور دخلنا هي الاولى. ما كاين. لا درنا لا درنا البيبليسيتي الاولى. سير اخويا. كما كتشاهدوا. وزي كوشي. سي كوشي. بابوجي. عاودوا اللقطة عاوتاني إن شاء الله. المباشر. بابوجي. أنا الخوت. بابوجي. هو الكلب. أخ زكريا، أخ دريويش. كما كتشاهدوا الكلب. أوب. كلشي خليتي بول ماشي مشكل لا داعي ماشي مشكل ارجوش خليه لا داعي للسرعه صافي نحن في عطله لا داعي للسرعه جمالك جمال تبارك الرحمن يلا خي دريويش يلا سخن الطرح يلا خلي المشاهدين يلا اللهم بارك كما تشاهدوا الله اخوتي لا راك سمعاكم بالله يعني تبارك الرحمن تبارك الله على دريويش دريويش أو سبع يا سلام يا سلام وجمالك اللهم بارك تبارك الرحمن كما كتشاهدوا الاخوان تابعوا معنا المقطع من الاول حتى الاخر يا سلام وكل الحمد لله ونشكروا بهذه البلاد السعيده بلاد الامن والامان اللهم لك الحمد اجينا كلب موطع ان فوا كيقول الف كيطلع الكلب سبيا دوك اشينا اخويا ما درت لك والو هنا يا اخويا خلينا خدامين اوكي خويا اشينا سبيا اوكي واك الله الكلب راه كيعرف اول مره على ايبيك راه يا اخوان الكليب كايزر اول مره كيعرف في الكوستيم وتبارك الله راه موفق كما كتشاهدوا معنا ما عندي ما نقول تبارك الله لاش ستوب لاش اسي كوشي سيبيا بالنسبه للاخ زكريا راه باقي كيقرا هذه راه ولا عنده تبارك الله وتحيه لخويا زكريا ياك اخويا زكريا الدراسه وهذه الولاعة ديالك ياك اخويا زكريا اي برافو برافو سي بيان موفق تبارك الله على خويا دريويش بالنسبه نكملوا على الاخ زكريا هذه اولى ديالك اخويا زكريا والدراسه والولاعة تبارك الله عليك وراه ديما نقول تبارك الله نعم اخويا نعم اخويا دريويش نعم اسام قادر خاصو اصلا يكون تريني ياك اخويا نعم خويا تبارك الله والان اخ زكريا ديجا كما كتشاهدوا معنا راه حرك مسكين تبارك الله هو راه كيطلب مجهود لا دري زوين تبارك الله في المستوى عادي راه كاع العمر شوف راه على المباشر حنا ما كنضحوش البنادم يعني دري في المستوى تبارك الله وبليس كوزا باقي صغير والدراسه والولاعه وتبارك الله عليك وتحيه للناس الجديده ها هما معنا حد السوالم تبارك الله عليكم راكم عزاز وغالين وهاد المبادره تبارك الله جميله شنو غتعطينا عاوتاني اخي دري واش ولد كايزر عاوتاني ولد كايزر الله يبارك ولد كايزر ما عمرو خدم ولكن شويه ما فيها بس عادي ماشي مشكل احنا المهم شوف السلام عليكم تحيه لكم للجميع كاملين تبارك الله عليكم بالله لما تعاونوا مع سينجا بنيكا راه كتعرفوا المجهود اللي كيدير راه ماشي سهل وهذا المجهود اللي كنديروا كحال صغيره هذا المجهود اللي كيدير سينجا ولا عبد القادر ولا الناس ديال الجديده ولا الولاد كيطلب مجهود جبار صراحه راه تمار راه عرق كلشي عرق كل صراحه نعم كنديروا واحد المجهود باش الناس تشوف تنقل وتستافد صح هذا المجهود هذا كله على اساس الولاع حنا تنحبوا هذا الميدان هذا الميدان كبر معانا هذا هو اللي كاين يعني الانسان الا كان غير ياخذ واحد الكلب وغادا غير يربطو وغيتعدى عليه بلاش تنقول لي من هذا المنبر هذا والله الا كان كيدير لونطريما عاود هذه الجمله اللي قلتي اخويا عبد القادر الله يفتح عليك هاك كتعجبني هذا الكلب اللي غتدخلو وغتربطو في السطاع وغادي تخلي منه الشمس وما غاديش تهلا فيه ما عند ما دير الله يرحم الوالدين انا نصيحه منك الله يرحم الوالدين الكلب كديرو كصديق ديالك نعم ماشي شخص عزيز عليك لان الكلب روح ماشي شي شي لعبه ولا روح يعني تجري فيها الروح راه تقليد نعم اخويا فهمتيني اخويا نور خاصك تقوم معايا بالواجب ديالك
يعني الا ما عندوش ليه الوقت ولا ما عندوش لا ميما حنا راسه الانسان اللي كان غير ربي كلب غيكون عارف انه راه غياخذ واحد المسؤوليه واحد التقليد غيحطو عنده. تبارك الله عليك خويا عبد القادر. انت صديق نعم وخاصك تكون كتريني به نعم تعاونوا نعم. توكلوا مزيان نعم خويا هذه هي الولاعه. راه كتبعدك على بزاف الحوايج. كاين دراري كانوا منحرفين ومن رجعوا ومن ربوا كليبات يعني نعم. وتعاملوا معاهم وهذه نعم خويا يعني راه بعدهم على الانحراف. صح كاين صحيح 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 الكليبات رياضه. صحيح فهمتيني. قول لي كي دير تبع العرق شوف قول لي وين والله يدير العرق. تبارك الله عليك اخويا عبد القادر. انا ما كنتيش سبورتيف ما كاين والو الدومين راه صحيح. تبارك الله عليك والله الا معلومات قيمه. تبارك الله عليك ونتمنى من الله يستافدوا الجميع. تحيه للموالي كاملين واي واحد تيحب هذا الميدان تحيه لي من هذا المنبر. الله يفتح عليك حفظك محمد. شكرا للاخوان تحيه لك اخويا نورتي. الله يكبر بك وتعاونوا مع اخونا نورتي. الله يفتح عليك الله يفتح عليك اللي جيم ما فيها باس واحد المجهود كبير يعني راه هو دابا مخلي تا هو غراضو ومخلي هذه باش يجي معظم الناس اخويا عبد القادر والله العظيم كنوصل لهم كامل الجامع على اساس الولاعه. هذا هو اللي شي حاجه اخرى باش نتولعوا نضحكوا ونشطوا لا غير. صافي هذا هو اللي كاين. معظم الناس كيتفرجوا اخويا ما كيخليش لايك ما كيخليش تعليق وحنا كنديروا مجهود جبار جدا كما كتشاهد لا بالروح ديالنا لا كنمشيو نديبلاصاو في اي مدينه باش نوصلوا لكم الجديد وهذا هو اللي كاين. مازال جديد وباش تعطي واحد المحتوى زوين. الله يفتح عليك الولاعه في عالم لا هذا هو اللي كاين باش الناس كلشي تولع كما كتشاهدوا الاخ عبد القادر دابا تبارك الله جايب الكليب ديالو من حد السوالم باش يتولع معنا والاخ عمر كبر بينا وكوال تبارك الله والله العظيم الا كان عندي غرض وكنت داير مع هذاك السيد الحاج اللي من مراكش نمشي معاه البارح بالليل إيه؟ وعمر طلبني وصديق ديالي ما فيها باس والو تجي عندي وهادي وجينا نديرو مع حافظك الرحمن حافظك الرحمن تبارك الله عليك حافظك الرحمن. شكرا جزيلا الله يجيب الشفاء. امين 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 كبير وعزيز عليه المليح. اللهم بارك من اطيب خلق الله. هذا هو اللي كان. تبارك الله عليك شكرا خويا. كما كتشاهدوا معنا اخوان تبارك الله كرسي مرا ثقيل شويه وكيطلب شويه المجهود او دابا كيسخن تبارك الله باش يدخل. هذا اخ اخر اسم ديالك الحبيب زكريا تا هو زكريا ما شاء الله تبارك الله فورتي واحد اللهم بارك تبارك الله الرحمن. انا اخ دريويش شنو عندك هنا يا اخ دريويش؟ هادي هادي من تيوات اللي معروضين للبيع ياك اخويا؟ لا ماشي للبيع هادي هادي ماشي للبيع هادي الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا اخويا غادي نجربوها حتى هي واش طلعت في المونشيت كما كتشاهدوا كليبه تبارك الله هاي موفق يا سلام وزع تبارك الرحمن كليبه تبارك الله راه لاصقه اول مره راه كتعاد في المونشيت الاخوان هانا خوت تبارك الرحمن. شوف 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 كليبه كدير تبارك الرحمن ما شاء الله جمالك جمال دريويش الطاق بلا قرطاسه صبا مرحبا بجميع الطلاب تابعك يا سلام هذه ديال ولي الشيخ هذه معرضه للبيع اخويا ماشي للبيع الله يسخر الله يبارك الله يسخر لك اخويا كاتريسك يا خويا بازلك بازلك عادي هوبكي نو باتوشي راه ارجع لدريويش اتفرج دابا كوستيم كوستيم يدخل سرب لي اخ دريويش راه راك الصح ما كاع ما دابش الاخوان الله يبارك اجباد ابا اجباد هو الكوستيم دخل معنا اخ زكريا اللهم بارك تبارك الرحمن كليبة تبارك الله أول مرة هذه السيفين يا سلام المعلومة تبارك الله معروفة اللهم بارك اسقاط فيكسات تبارك الله Stop, 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 Sylvia. Rush, rush, Sylvia. Rush, 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 rush,
ايوا الزاح تبارك الله عليك واش دريويج جمالك جمال تبارك الله. عندها 17 واش كدير؟ هذه ما معروضوش للبيع ماشي من تيوات الجمله. لا تبارك الله عليك اخي دريويج. ها الكليبه تبارك الله الله يبارك. شاهدوا معنا الان دخل ولد كايزر هذا الدم ديال اخ دريويش. ها هو شاربوني تبارك الله اللهم بارك. ها هو ولد دريويش جمالك جمال. ها ولد دريويش الله يبارك. او اسم او تبارك الله كليب. ها هو اول مره حتى هو اول مره يطلع في المونشات تبارك الله. اول سق هذا ولد كايزر تبارك الله الله يبارك. اللهم بارك تبارك الله كليباس عنده دم زوين. لا نجو تغافل اللي بغى شي حاجه الف مرحبا في الولاعة الاخوان ماشي للبيع. هادشي كنقول لكم انا بالنسبه للاخ دريوش هذا الولاعة ديالو كيوريها للمشاهدين او المتابعين انا سينكا بيكا الف مرحبا. نو هو الوقت عاد تخشوا الله عطيه الف طب طب سير بيان انا نسيت لاش لاش ما شاء الله تبارك الرحمن. اوكلي باس عندك اولدي ما كان الصق ايه هذا الله يبارك اللهم بارك. هوب لا 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 ما قدر الاخوان التصق تبارك الله سابيا دابا ديك كيما كتشاهدوا الاخوان كليب تبارك الله تي عندهم في الدم ما كاين الصق واول مره كيخدم في المونشي هذا الكليب ولد كايزر هذا ولدو كيخدموا معاه دابا ان شاء الله كيما كتشاهدوا ونعطيو الكوستيم تاع الله نشوفوا ان شاء الله واش يلصق في الكوستيم الثاني والف مرحبا بالجميع جمالك جمال عاد 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 راه طلق طلق والله ما كيطلق راه كيطلق بقى واحد لان بديالو كما كتشاهدوا كاين شويه الريسكات راه قادر يشوف هالمونشيط عريان من تحت الله العظيم تبارك الله وناشين جدا كما كتشاهدوا هاي 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 كليب تبارك الله كما كتشاهدوا الله يتسق ما شاء الله تبارك الرحمن كليب اللهم بارك مستوى هذا وليد ديال كايزر تبارك الله العمر ديالو تري واش غتكون عنده تقريبا هذا عنده 9 شهور 9 شهور تبارك الله كما كتشاهدوا الف سبع سابيا سابيا موفق تبارك الله كاين اخي دريويش كاين دخل الكوستيم زكريا جديده اول مره تبارك الله كما كتشاهدوا المباشر الاخوان ها هو برافو برافو تبارك الله الله يجزاك الصق جمالك جمال تبارك الرحمن الان كما كتشاهدوا معنا الاخ يونس ها هو يخدم مع ولد كايزر اللهم بارك يخدم مع الكوسيم والدريوش بجوج هادو ولاد دريوش بجوج الله يبارك هاني ها هو خويا تبارك الرحمن ها الكوستيم تبارك الرحمن اللهم بارك هاني يا سلام يا سلام ما شاء الله كيما قلتو الدري تبارك الله خفيف تسخينات باش يجزع الكلب تبارك الله هاني او سابيا برافو كريم تبارك الله كما كتشاهدوا اول مره غيعرف الكوستيم تبارك الله عطا ايه عمر لي اول مره غيعرف الكوستيم كما كتشاهدوا معنا الاخوان هادو كلهم سيفيل تبارك الله كريم اول مره
تبارك الله وكيل كيل صق اللهم بارك تبارك الرحمن. انا الخوت او فوالا موفق تبارك الله كما قلت له الكليب ها هو عمر لي كليب تبارك الله اول مره تبارك الله بابو سي بيان تبارك الله هيا عطيه الكلب كيما قلت لك الكلب راه شويه الارهاق لكن غيعطيه دابا ان شاء الله عاوتاني عطاك هاي الخوت تبيه والله تا جمالك جمال تبارك الرحمن الله يبارك خوت كيما كتشاهدوا معنا وليدات جديده الله يبارك اهل الدكاله الف مرحبا بالجميع وديديكاز جميع المغاربه اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن ويخدموا مع الكليبه ديالهم تبارك الله شاهدوا معايا اش قدم الاخ زكريا اللهم بارك تبارك الرحمن هاني توب كليبه تبارك الله هاني ديجا بطريق او 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 يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن شاهدوا معنا كليبه تبارك الله اوه تبارك الله الله يتها كليبه تبارك الله ديجا كيخدموا مع كوسين بسم الله يجيبكم فلوق ديال اليوم 1140 للجميع كاين ما يدار في هذا الفيديو وفيه ما يتشاف الاخوان الف مرحبا الف مرحبا بالجميع كلي باش واش كدير على المون شوف 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 اوه سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن كليبه تبارك الله في المستوى ديجا كتريني معها يا سلام تبارك الرحمن اخوان كنشكركم على المتابعه الف مرحبا بالجميع ما فيها باس الاخوان اللي شاف الفلوق يخلينا التعليق ديالو المدينه ديالو ويخلينا الف مرحبا بالجميع لا خويا لا يوجد اي مشترك كما كتشاهدوا الاخوان غيوقع كوبلاج دابا مع هاد المتي وهادي ها هي اللي خدام معاك ها هي السلام عليكم سي درويش كنشكروك على هذا الفيديو والعرضه ديالك المشهود ديالك سينجابينغ العفو اخويا تحيه للجمهور كامل الله يحفظك وراكين شويه ثقه وكنشكر كامل الفان ديالك اللي صام عندي الله يحفظك تحيه للناس اللي شي مولوعين راه ما بقاش شوف ما بقاش يجمع التسميات علاش؟ الله يتقبل كلشي عزيز عليهم وكلشي عزاز علي ما نقدرش تقول فلان 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 تحيه للجميع الف مرحبا اه تعبدوا خوتي الناس بدون نفاق وبدون كلشي هاد الناس الله يعمرها دار الف مرحبا ما دريويش وزينكابينكا والخوت لحد السوالم تحياتي ليك الله يحفظك خويا المرضي تحيه للناس جديده وحد السوالم كنشكركم هذا الفلوق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان الف مرحبا بالجميع